مرحبا بكم من جديد في التاسعة. فوت قدمنا مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، مباراة الديربي يوم الاحد القادم، لكن بالتوازي مباراة عندها نفس الأهمية خاصة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي ضد النادي الرياضي صفاقس. تقديم هذه المباراة ثم نعود. الجولة السابعة مرحلة بلاي اوف البطولة باش تشهد مواجهة جديدة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي صفاقس، مواجهة من المنتظر انها تنسينا الاحداث اللي رافقت مباراة الذهاب. سبريه الجمعة الجاية كان حين ربي باش نلعبوا ضد سي اس اس في سوس، عادي جدا صدقني عادي جدا. مرحب بهم مرحبا بهم في كل وقت، ما فما حتى إشكالية، ما فما حتى مشكل. عندنا قضية في الـ في الـ في الهياكل واخذة طريقها وفما ناس تبع فيها ولا هي بها، العلاقة ما فماش مشكلة ولا الماتش مش يتلعب، زاد ما فيش حتى إشكالية بقدرة ربي، وما فماش لا تحضير خاص ولا تأويلات ولا كلام فيسبوك ولا كلام جرايد ولا كلام قهاوي. كلاسيكو الجولة القادمة باش يسعى فيه الإطوال صاحب المرتبة الثانية برصيد 13 نقطة لتحقيق الانتصار. انتصار لتجديد الملاحقة على المتصدر الترجي وللثأر رياضيا، بما أنه النجم انهزم في مباراة واحدة كان ضد السي اس اس في الذهاب. احنا كملاعبين باش نركزوا سور تيران، ما يهمنيش في الحاجات الاكسترا تيران، باش نركزوا في اللعب نتاعنا، في الروندمون نتاعنا، الكونسنتراسيون نتاعنا، وكل عادة التحذيرات نتاعنا العادية، وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله. أكيد ذو الماتش في الجاي كل ما هي شاهرة، ساهرة ماتش الإطوال معناها ديما لازمنا نحطوها في نقولوا نحن في الإطار نتاعو نتاع الكرة، معناها ذول أكيد أكيد باش يكون كلاسيكو صعيب على الجمعيات. بقدر ربي نحن ماشيين على الانتصار وإن شاء الله ننتصر إن شاء الله. إذا كان النجم يلوج على الانتصار للحفاظ على حظوظ المراهن على لقب البطولة، فإنه السي اس اس يسعى تحسين ترتيبه بما أنه موجود في المرتبة الرابعة مع نجم المتلوي برصيد 6 نقاط، في رصيده فوز واحد 3 تعادلات وزوز هزيمة. مهما كانت وضعية الزوز فرق، تبقى مباراة ليتوال والسي اس اس أبرز ماتشوات البطولة في انتظار التأكيد الجولة القادمة. هاي في دقيقة كما مباراة الدربي نصر. والله نحب نبني على كلام سي جلال الكريفة، الحق بصراحة معناتها كلام مسؤول، عجبني كلام مزيان. فما مشكل بين نادي صفاقس هذيك من الناحية الإدارية نساوى، يلزم تتجاوز بالحق، يلزم نتجاوزوه هذه المشكل ما بين النجم الساحلي والنادي صفاقسي، يلزم يتجاوز، معناتها لازم واحد ياخذ انيساتيف باش يتعداوا المباراة. المشكلة هذايا فتحي تو لجنة الاستئناف مازالت ما قررتش في النجم الرياضي الساحلي، ومازالت ما قررتش في النادي الرياضي البزرتي وتطاوين، وبعد باش يمشيو للتاس الزوز، باش يمشيو للتاس الخاسر منا والا منا، معناه باش تشوف البطوله وما احنا ما نعرفوش شكون نعملوا كيل عام بالرايه ونقعدوا نستناو شكون البطل وشكون ياخذ الحاله من سويس بالحق كيفاش باش نعمل بطبيعه الحال. لجنه الاستئناف حقها تحسم امرها في اقرب وقت ممكن باش يمشيو للتاس. غدوه فما جلسه باش غدوه ولا بعد غدوه لسه غدوه نهار ثلاث غدوه، لكن بعد الاجراءات في التاس راهو التاس مش استنى فينا احنا راهو في التاس عندنا هذيك الغلطه نتاع نحاول الكناسي كنت في تونس هي هذيك اللي كارثه، هذيك اكبر غلطه صارت ماليا وماش علاش ماش علاش نحات بالكل باش باش نلقاو حتى الكناس راهو برشا عبيد من بعد تمشي للتاس. ما الكناس هي الدرجة الثالثة بتاع التقاضي ولا؟ درجة ثالثة الثالثة فما بار لو باسي رينا شكون في رقم تتأخر في الأحكام وتعاود وتأجل ما عندكش درجة ثالثة، كي عندك الدرجة الثالثة ما تمشيش تاس. الموضوع شكون اللي يمشيو للتاس؟ يمشيو جينيرالمون الأجانب اللي يقول لك أنا ما نضمنش فلوسي لهنا، يمشي مباشرة للفيفا ومن الفيفا تولي تمشي لل لل اما السو دي ماتش كناس من ناحيه رياضيه. هاي خلينا نرجع لموضوعنا. مباراة مهمة برشا بالنسبة للنجم الساحلي، كان باش يقعد يلعب تعرف يستنى في الترجي اللي عنده مباراة كبيرة ديربي نجم يصير فيها كل شيء. نادي صفاقسي مباراة النجم الساحلي بالرغم انه نوعا ما نادي صفاقسي ما عادش معني بالبطولة بالفرق اللي موجود بينه وبين النجم الساحلي وبالترجي، لكن تقعد مباراة مهمة بالنسبة للنادي صفاقسي باش معنويا معناتها يخلي روحه موجود. كيفاش ترى المباراة؟ مباراة مصيرية النجم الرياضي الساحلي في صراعه على المحافظة على لقب البطولة. ما نساوش النجم الساحلي هو معناها الثاني في الترتيب بعيد نقطة على الترجي التونسي قبل ليسيو نتاع الإثارة نحكيو عليها. اوبليجي اليوم مطالب بالانتصار نجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله نغضوا طرف على اونتر بارونتيز البسودو مشاكل اداريه الموجوده بين الفريقين،
وان شاء الله يصير معناها ما نشكوش اللي كانوا باش يصير ترحاب خاص بلاعبي ومسؤولين نادي رادي صفاقسي المره هذه، وان شاء الله نكونوا في حجم معناها ليفينمون. والنادي رادي صفاقسي مطالب زادا باش يعدي مباراه ممتازه لانه مازال عنده حظوظ في المراهنه على كلمه معززه. نقول النجم الساحلي باش ينجم يكون عليه ضغط اكثر من نادي صفاقسي على خاطر نتيجه تهمه اكثر. نادي صفاقسي باش يلعب ارتاح. هذا هو النجم الساحلي مطالب باش يفوز، حتى تعادل ما يساعدوش. اظن انه باش تكون يعني صراع كبير برشا في وسط التران. تم كريم العواضي ونيانغ وسوكري ممتازين جدا وسط التران، قوي برشا بالنسبه للسيس. كيف كيف يهب المساكني بن عمر وحمزه الاحمر، نعش يرجع حمزه الاحمر المباراه الجايه، باش يكون صراع كبير برشا. ماتش في وسط الماتش في وسط التران مهم برشا بالنسبه للنجم الساحلي، يعني باش يكون مطالب بالانتصار، وهذا باش يخلي مساحات كبيره للسيس. ونعرفوا السيس تون ايكيب دو كونتر، نجم تعب ليطوال برشا في السوس. بون الجماعه قالوا الكلام يلزم الكل. نجم نادي الساحلي الدور نتاع الجمهور نتاعو باش يكون دور كبير ياسر، لانه فما وبطبيعته فما ضغط، لانه نجم مطالب بالانتصار. السي اس اس ما عندوش ما يخسر، وهذا اللي يخليه ممكن يلعب على حقيقه امكانياته. لعبته تكنيك ما يعرف واش يعملوا، عنده طريقه لعب معينه. يبقى لهنا العامل نتاع الجمهور عامل مهم ياسر، انه يزيد الضغط والا يخلي الملاعبيه نتاعو مرتاحين باش ينجموا يتصرفوا كما يلزم في الماتش. فتح في كلمة، ربما الناس تحكي على كونه النجم الساحلي باش يكون الأقدام في سوسة والعقول في رادس. بطبيعة الحال اللي يخمم هكا ما يعرفش اللي النجم الساحلي يلعب ضد سي اس اس، يلزم الأقدام والعقول في سوسة، لأنه سي اس اس فريق صعب المراس، فريق من الأربعة الكبار وكبير من وسط الكبار، دونك مقابلة زادة صعيبة برشا. تبقى أنا ماذا بيا مقابلة النهار الأحد تكون مقابلة الفرحة، مقابلة الرجوع إلى الجادة، مقابلة المبادئ الكبيرة اللي نعرفوها عزوز فرق، وينسيونا في مقابلة التجاوزات والفضايح تاع الذهاب. واضح. هذا تذكير بأهداف مباراة، خاصة لأحباء ريال مدريد، تذكير بأهداف مباراة البارح. نجم الروح مؤزم. لا لا اقعدوا كلكم ريال مدريد وبرشلونة. كلاسيكو جديد جذب انظار العالم البارح ما بين الريال والبارسا، كلاسيكو مصيري في تحديد هويه الفايز بالليغا، بما انه في صوره فوز الريال يكون اللقب تحسم بنسبه كبيره للميرينجي. 5 اهداف كامله عرفها ملعب سانتياغو برنابيو البارح، الى جانب الريتم الكبير للماتش والفرص الضايعه وتالق زوز حراس. كازيميرو افتتح تسجيل الريال بعد نص ساعه لعب. برشلونة ما بطاش في تعديل النتيجة بأقدام ليونيل ميسي وإضافة الثاني من راكيتيتش في الشوط الثاني. النساق يرتفع بعدها بشكل جنوني ويرينا الفرص الضايعة من زوز فرق، تدخلات العنيفة والورق الأحمر بعد طرد سيجيو راموس. الورقة الحمراء كان لها إفي عكسي وتمكن الريال من فرض سيطرة كاملة، تمكن بها من تعديل النتيجة أقدام الكولومبي خاميس رودريغيز. لكن الفريق اللي عنده ليونيل ميسي ما ينجمش يعرف المستحيل. الأرجنتيني البارح قدم واحد من أقوى المباريات لي. ميسي كان دائماً بمثابة الكابوس للريال وجماهيره، وهذا ما زاد أكده البارح بعد ما تسبب في طرد سيجيو راموس، كما كان كازيميرو ومارسيلو محظوظين في تجنب الحصول على ورقة حمراء بعد تدخلاتهم المتكررة ضد أفضل لاعب في العالم، كما قام زادا بكابوس جديد في العاصمة الإسبانية تسجيل هدف الفوز في آخر لحظة من الماتش. أفضل لاعب في العالم في 5 مرات سابقة، يسجل عودته البارح من الباب الكبير ويسجل هدف رقم 500 في مسيرته، والهدف رقم 23 ضد الريال، ويخلي فريقه يرجع من جديد في السباق نحو الدوري الإسباني. ايش حسيت فيك اللحظة الأخرانية، في الدقيقة الأخرانية بتاع المباراة البارحة؟ لا والله كيرت انا ما قلقنيش معناها، قد ما لاول مره يمكن عندي 30 سنه، لاول مره
هو ماركة وانا عندي توبلكسي اللي يجيب النوم شرب دبوزة ورقة. والله نعطيك من الاخ والله هذيك الحقيقة. مازلت بتوبلكسي للتو مازلت بتوبلكسي لا ولا توبلكسي نعطيو للصغار هذاك الصغار يبداو يفيروا جيتي نعطيو توبلكسي لحدهم. انا في الكشك نتاعي لهنا مش فيها تالنت. خالد انت ريال زاد؟ الكل ريال هنا شويه شويه وكل شويه. احكي لي على الشباب. لا انا مانيش من المتعصبين نحب الريال الحقيقه مش متعصبين. تو كي اللي فما لاعب اسمه ميسي في ليكيب لي كونتر ريال مدريد راه توقع كل شيء. السيد سجل زوج اهداف كان وراه ورقه حمراء وكان وراه تغيير اهم لاعب في الماتش اللي هو كازيمير بروفوكاسيون خذا صفرة قعد عشان زيدان قعد يستنى باش ياخذ الحمراء هي وخرج ديفونسور حمراء. دونك السيد عمل كل شيء. السيد هذا نجم هو اللي يصنع في المدربين راه في برشلونه مش الاسطوره نتاع غوارديولا وغوارديولا وتيكي تاكا مشى لمانشستر سيتي سيتي سنين فما حد شيء. دونك الملاعبي هذا نورمال نحيوا اللقب نتاع ملاعبي يشوفوا له حاجه اخرى بصراحه خاطر اللي كابابل باش يعمل اي حاجه العباد تعملهم بلاش كوره هو يعملوا بالكوره. دونك لهنا مش نجم نحكي عليه. لا احنا نحكي نهار ريال سانشي ميسي. لا 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 نحكيو نحكيو في الواقع. عندنا كريستيانو يا ولدي. هو ماركاش كريستيانو هو مارتين راس راسه في ماركاش. انا حبيت انه انا فرحت بتبيعه لبرشلونه كي ربحت لكن حبيت نتكلم شويه بالارقام يعني في الاستاتيستيك نتاع الماتش ثم حاجات ما تظهرش ساعات في الماتش. صحيح ميسي معناها ستانجيني دو فوتبول كل شيء ثم ناس تخدم في الخفاء. عجبوني برشا بوسكيتس امبارح وراكيتيتش هذوما عندهم احسن ارقام يعني يسجلوهم في المباراه من ناحيه لي باس ريوسي. لي باس ريوسي معناها تصور ملاعب يعمل 94% باس ريوسي بوسكيتس بوسكيتس و 96% باس ريوسي بالنسبه لراكيتيتش اللي سجل هدف هدف ممتاز يعني ارقام يعني تدل انه ثم لاعبين قاعدين يخدموا زاده مع ميسي مش ميسي برك. صحيح ميسي يصنع الفارق هنا ميسي نحب نتكلم على ميسي عمل 74% دو باس ريوسي كيف وكيف كريستيانو رونالدو بالضبط نفس الترقيم لكن الفرق بين هذا وهذا الثاني الاولاني كان حاسم يعني كان ديسيزيف ميسي وقت اللي بنفس الارقام عمل يعني سجل هدف في التعادل وسجل هدف الانتصار. نقطه واحده يمكن تو جاوبنا عليها صادق ما تراش وانه زيدان كان طماع برشا كان ينجم يكتفي خلينا نتكلم عن الجواب كان يكتفي بالتعادل ويخلي نفس الكار مع البرشلونه وتعادل 2-2 وفيها 85 دقيقه لعب سجل التعادل كان ينجم يكتفي بالتعادل خاصه وهو يلعب ب 10 شويه زيدان خاصه وانه يلعب ب 10 فهمني ما تراش وانه قله خبره نتاع مدرب لانه ملاعب كبير صحيح لكن كان مدرب ما تبعوش اللاعبين نتاعو دايور احنا شكون نحكيو في اول سيونس دخل كومين فوري للفستير وعمل عركه وصح علاش شكون اللي حكى لك هو من بعد في البوست بارتيتا بعد الماتش معناه علاش على خاطر هو تدخل معاهم الفستير تدخل والله يدخلونا ليكا يدخلونا تعدي يدخلونا الور زيدان البارح تعامل بطريقه معناها ذكيه برشا مع الماتش وقت اللي هو خسر اللاعب معناه كازيميرو خرج كازيميرو ومن بعد راموس خرج حمراء. فما خسر زاد الشونجمون تاع بال نتاع بيل مضروب هذاك دخل اسينسيو في بلاصه اسينسيو عوض بيل دون فاسون اكستراوردينير خاطر عدا ماتش ممتاز مع منشنطون نحكيو عليه من بعد. اما كي كازيميرو خرج دخل في بلاصه كوفاسيتش، كوفاسيتش سي با ميليو ريكوبيراتور ماهوش وسط ميدان دفاعي حتى في الانتر نعرفوه قبل، دونك خسر برشا في وسط الميدان. زيدان الى جوي لو تو بور تو باش يعدل بخامس، خرج بنزيما دخل كريستيانو رونالدو في اللاكس اون طونك فون سونتر اكسيان راس حربه وقعد بخامس يلعب اكسونتري على الكوتي دروا عدل عدل كي عدل هو كي عدل عطاه الكونسيني نغزروا له يقول لهم الناس الكل توخر مي اسينسيو اللي تغرب المباراه اللي عملها في منشن وماركا بونتو اكسترا اوردينير كوست تو كوست مع هوملز ومارسيلو مارسيلو ارير جوش تلعب انت ب 10 فيس كابيتان تاع ليكيب ناسيونال تاع البرازيل اش تعمل غادي 80 متر في الوسط كان الفوت عليه يا ولدي متعدي قدامك السيد هو يتفرج عليه بربي الارقام باش نكملوا الارقام تعرفوش شكون اكثر لاعب افيسيون البارح في الماتش لا هو راكيتيتش ولا هو بوسكيتس ولا هو ميسي هو مارك اندري تير شتيغن حارس البرسا 13 اري اول مره في تاريخ البرسا من 2003 حارس يرياليست ريزاري برشا عباد نساو لاري نتاع غارديا تاع هاندبول على بنزيما برشا عباد نساو لاري على اسينسيو برشا عباد نساو لاري على كريستيانو رونالدو هذوكم الكل خلاو البرسا في اللعبه في الواحد واحد حاجه اخرى البونتو نتاع راكيتيتش ما جاش من عدم رينا اللي كونه لو كوتي دروا نتاع البرسا ربح لو كوتي غوش على مدريد مارسيلو ما ريناش يجمل
رينا اللي ميسي ورينا اللي ايفونتويلمون سيرجي روبرتو ربحوا لاباتاي هذه. كلمه اخرى على الارقام، سقط كل مره تقول كلمه اخرى، كلمه اخرى، كلمه اخرى، كلمه اخيره يا سيد، كلمه اخيره. ماش بك هي فتنا الوقت باين. الكلمه الاخيره والكاليتي دو سونتراج صحيح، كيفاش تحدد بين بوتو وسونتر، ما نجمش اي ملاعب يعمل كازيميرو في ستاد كازيميرو سور لا بلوز. المدريد ما تخسر حتى ماتش مع برسا ومع اتلتيكو مدريد، هذايا في 8 ماتشات الاخرانيين 4-4. حاجه اخرى، مدريد جايه من 9 ماتش سون ديفيت. مدريد كان عندها 3 نقاط فارق وكانت كان تعمل نول، مازالها ماتش روتار في فيغو، دونك ضيعت على روحها اون اوكازيون اكستراوردينير. اول مره في تاريخ البريس في اسبانيا، لا بريس كاتالان سبورت وموندو ديبورتيفو ولا بريس مدريد مدريديستا ميرينغي اللي هي الاس والماركا يتفاهموا ميسي أي. اس او نو اسبيتاكلو في الموضوع، واضح في الموضوع. اي كيفاش كنت تحب الريال ولا تحب برشلونه انت؟ احكي لنا على المشي تاعك. انا ما كنتش قبل نحب برشلونه، لكن انا ولدي عندي، ولدي احمد ما عندكش فكره، ما رقدتش البارح يا ولدي، شريت له مريول، مشى طيش المريول وعمل الدنيا، وانا ديما شيخ علي وليت هكا نقرا روحي نحب برشلونه خاطرها تعجبني. وزيد مشيت تفرجت يعني ولدي قد شيخ تفرجت كيف خاطر يحب الميسي في الدقيقه الاخيره ويدعي يا رب. متعه كبيره برشا. شقولك في الجو في ماز؟ الجو بصراحه والله ما نحبش نحكي عليه على خاطر سبيكتاكل. ماشي المتحف، ماشي المتحف ولا ماشي معز 95000 تشوفهم ابري ماتش افون ماتش قبل الماتش وسط الماتش 90000 في الدقيقه، ما تشوفش حتى دبوزه حتى معناتها حاجه، خاصه ان دقيقتين الاخرانيين ايكيب خارجه من لانكار دو فينال في الشامبيونز ليغ، معناتها استاد كامل 95000 يعيطوا مع بعضهم. كيفاش؟ بابز بلاستيك ما تماش، لا فما ما ينحيوا لهم الطابو، لا ما فماش لا بلاستيك ولا بابز ولا باش ينحيوا لهم في الطابو، فماش علاش؟ يا فارغه ما فماش علاش، فماش علاش. سامحني ساعه، زوز ملاحظات. ملاحظه الاولى، راس حربه بالسبانيور شنيا؟ رديتو فهم وقت راس حربة ديلانتيرو ديلانتيرو اي فوالا. الثانية والله ديلانتيرو ديلانتيرو هو لاتاكون دو بوان. درا شكون قال في برشلونة لعب براس حربة؟ اسبانيور ما عندهمش، هو يعرف. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، تعرف نعملوا تحليل نتاع الديربي نتاع الكلاسيكو ولا نتاع كلاسيكو ديل سيركولو ديل سيركولو. تونسي مسكين كريستيانو راهو عطاه ماركة 5 نوير، أحسن جول في العالم. صحيح. اليوم ولينا كريستيانو رونالدو كان يسمع بلاتو نتاع 9 يمشي ينتحر. عليه. يا ولدي أنا رونالدو ميسي جمعتين ثلاثة ميسي ما يحكي عليه حتى أحد. بربي في ماتش واحد تطلعوه لفوق. واحد تدفنوه تحت القاع. كريستيانو رونالدو فما موجه حاجه خايبه على كريستيانو. مش انت كريستيانو فما موجه، لا لا كريستيانو فما موجه كبيره من الانتقادات من جمهور مدريد داير كي ماركه 3 كونتر منشن عمل لهم هكا خايبه، والجيست هذاك خلف برشا ردود فعل خايبه برشا وما رحموش في اللي راتهم كونتر. هاي تو كملوا نحكيوا عليه الماتش هذا بعد ما توفى الحسب هكا 9 فوت تحبوها هكا فوت ممتازه ممتازه ولا جمعه جايه نبداو هكا من الاول نبداو بالدوحه مره جايه تسعه اوروب الوليد. لا لا ان شاء الله ما فماش احتجاجات وكا ان شاء الله لاباس. اي فتحي خالد وجدي صدق والناصر، شكرا لحضوركم معنا في التاسعه فوت تقاوى احنا نهار الخميس في التاسعه مساء. من هوني الوقت نتمنى لكم اوقات طيبه على قناه التاسعه، تصبحوا على خير.